شرح جدا مدحوين أن ما يحس بجمعارد كودان الدكتور عبد الرحمن عرو أيها الشيقي إن شرع الدرات هاي ورغادة يحل دبانا كاترسان قلها وكيلة دا يقود بيان محكمة داسري كاسيو كو عدني تفسير شرعي كبحسو موران كاكادا شي حير كفرستة ورد إيا سعادة سياسة دا عبد الرحمن أيا تسالوين يسوقاتي دعدوين سوامري حيليقي وها قدوم يها قلها وكيلة دا سمالدان كاسو دحمري قلها وكيلة دا يا محكمة داسري ياسيدي وقافل عليي وحي سويدين لي أمنمنت كان محكمة دكاية كابستة مدفل عليي إيو سودي دي إيو سو سببي إيو غير الدستوري ووحي كاري ماني سا دورشة دا مدحتوية دا هي دورشة دا قولت دا وها دورشوين دستورية وحكو سببي إن دورشة دا ورشدو آنا يحين دستوري واجب نتهاي الله الرئيسيو دورشوين كدستورية مركب مدحوين فهذا الكيس سبيه يكون بدلي كرا ذكرت هذا وصوري انت بربركة الله يكون بدلي كرا دستور كبير بدلي كرا حيار كبير بدلي كرا وحلا يابله ان محكمة دو احنا انا اقودوا لهاي اي فرحة كويس حير كوحو يالا حقو يالا قلها وكيلدو يالا موسلم يالا ويساق ديس كسو علي وسود ديدي وصحيح وهاي حل باندو قلها ياشو واسقبتا قلبي يتوان سناها قدومي ان بضم بكارك انتفية ده قلها واسحيستا ولي محكمة الدستوري هاي حير كما يقرر لكن لا يسكو هاي ستو هدو بارلمان في سقب صدي بريجي هنا حاب صدي احنا معمول بالا يسكو قب صدي يشير قدون لكن ما قرر لكن حير مركا انا بتشوقي حراسات كا انا بدلي محكمة دو gudoomiye ku xigeenkii maxkamaddu tagayo maxkamaddu waraaq bay noo soo qortay ay leedahay xeerosaad kastiisi hore ku celiya waraaq baan qoray waxaan ku yidhi maxkamaddu ma baloodhay moodaysa golaha wakiilada baloodhada kaga naqdo arinta waxaan arkaa gif in xildhibaano ka tirsan golaha oo aan gudoomiyuhu soo saxiixin waraaq aan soo saxiixin inay maxkamadda tagtaa waa qeylo sharci haday taas hirgashana dee ku-xigeen kasta ha iska qoro waraaq kamaaraya ku-xiga ha qoro kan maxkamadda ku-xiga laftigiisa haduu doono ha qoro sayli ha qoro dalka in fowdo gelino maaha in haddii la gelinayana aan indhaha ka qarsanna maaha waa ka hadalla waa ka hadashaan qoyaankii baa tihi maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dul, iyo hadiyada kale oo qaaliya sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.